انا عجبني جدا حمدي فتحي مثلا، يعني ثقافه ان انا ابقى متجوز امبارح، امبارح مش امبارح ده بالليل، ده ما عداش 24 ساعه وتاني يوم ان انت تلاقيه في التمرين. اعتقد دي ثقافه فكر رائعه، يعني ممكن الناس تاخدها. يعني ميدو قال لك ايه؟ قال لك يعني انا لو انا المدير الفني قال لي كده كنت هضربه، يعني انزل تاني يوم كنت هضربه. لكن هي افكار طبعا ومدارس مختلفه، لكن في النهايه ان انت تلاقي حمدي فتحي موجود تاني يوم في التمرين كان سهل جدا يقول زي ما ميدو قال. مش يعني مش هتطلع ميدو بيهزر، لكن انا اقصد ان هو كان ممكن يقول له يعني طب اديني بس بعد ماتش اسوان مثلا، وده اللي احنا كنا عارفينه. لكن فوجئنا بحمدي فتحي، اعتقد شيء جيد طبعا. وحمدي فتحي يعني اولا بنبارك له وربنا يكرمه ربنا يكون وش الخير عليه. حمدي فتحي من اللعيبه اللي انا خصوصا انا بصراحه انا بحبه جدا، يعني كلعيب كخلق جوه الملعب بره الملعب كمعامله، حمدي فتحي من الناس المهمين. انا وجهه نظري ان حمدي فتحي من اهم لعيبه هتبقى خلال الفتره الجايه لمصر والنادي الاهلي في المكان ده. أوكي. واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين في المركز ده. فدي مسؤوليه، هو حاسس ان في مسؤوليه، في عندي ماتشات مهمه خلال الفتره دي او ماتش مهم. يعني هو بعد ماتش اسوان بناء على المكسب المنتخب الاولمبي كده هيبقى عنده فرصه ان هو ياخد اجازه مثلا بالظبط يومين ثلاثه اربعه. ما كلنا كده على فكره، كل لعيبه الكوره كل اللعيبه عاشت الجو ده. طالما انت راجل مسؤول وراجل يعني عندك هدف، هي دي النقطه. انا عندي هدف ان انا لعيب في الفرقه، عايز ابقى متواجد طول الوقت، وخصوصا لما الفرقه تكون محتاجاني، فده الوقت الصح. فانا شايف ان هي حاجه كويسه تحسب له وتحسب برضه للنادي، لان الناس اللي موجودين الجهاز الفني بيتعامل معامله اللي هو انا بدي لك الحريه، فانت لو عندك الامكانيه ان انت تكون موجود معايا في المباراه هيبقى شيء كويس جدا. بشكل احترافي جيد طبعا من وجهه نظرك طبعا. يعني ولكن مش لازم تجبر اللاعب يجي او ما يجيش، يعني سواء كده او كده. لا ما تجبرش اللاعب، طالما انا خدت موافقه على ان انا حددت ميعاد وخدت موافقه النادي او الجهاز الفني خلاص، فدي حريه. انما انا شايف الفرقه مثلا تعادلت مباراه والمباراه الثانيه كسبت، فممكن المباراه الثالثه خلال 3 4 ايام، فممكن لعيبه مجهده شويه، فان انا بريحك، انا بدي لك اوبشن ثاني ممكن تريح سوليا ديانج وانا موجود. فانا بحللك موقف بالنسبه لك. فده شيء يحسب للعيب ويحسب للاداره الفنيه اللي موجوده.